سجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدف في مرمى مصر مثير للجدل. كرة مشتركة والكرة تعدت الخط، لعيبة مصر كلها وقفت وطلبت باحتساب الكرة ليهم، بس قرار الحكم كان عكسي واحتسب رمي التماس للكونغو اللي لعبوها بسرعة وسجلوا هدف. الجهاز الفني ولعيبة منتخب مصر اعترضوا على الهدف، ومنهم كمان اللي طالب باللجوء لتقنية الفار، بس بروتوكول الفار بيمنع الحكم من العودة لتقنية الفيديو في الحالة دي. العودة للفار بتكون في 4 حالات بس، وهم احتساب الهدف أو إلغائه، احتساب ضربة جزاء أو إلغائها، الطرد الأحمر المباشر مش البطاقة الصفراء التانية، خطأ في تحديد هوية اللاعب في حالة طرد اللاعب الخطأ. والمادة 10 من بروتوكول فار بتنص على إنه إذا توقف اللعب وتم استئنافه ما يقدرش الحكم يعمل مراجعة للكرة الأولى إلا في حالة مخالفة طرد محتملة متعلقة بقى بسلوك عنيف أو إهانة، وبالتالي في الحالة دي الكرة خرجت وتم استئناف اللعب لعبة جديدة، وبالتالي ما يقدرش الحكم يرجع للكرة علشان يتأكد من مدى صحتها.